مصابين وذوي الشهداء جراء العمليات العسكرية والحرب الأخيرة في رابيرة أمام أقسام دائرة التقاعد في محافظة الأنبار. غالبيتهم لم يتوفر لهم تمويل يكفي أعدادهم من قبل وزارة المالية الاتحادية. ما دام انه الرواتب مستمره لهؤلاء المتقاعدين من اصناف ضحايا الارهاب والعمليات العسكريه الخاطئه، ولكن عجز التمويل من وزاره الماليه الى هذه الهيئه سبب لنا ازدحام في كل ثلاثاء من كل اسبوع مقابلات المواطنين، وانتم شاهدتم اغلب المواطنين الموجودين لا توجد لديهم مشاكل في الرواتب ولكن المشاكل في صرف المتراكم للسنوات السابقه. عملية تلاعب وتزوير في 12 هوية تقاعدية بأسماء وهمية تم الكشف عنها في دائرة تقاعد الأنبار، والأسباب يوضحها المدير. بخصوص هذه الهويات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الهويات مزورة جملة وتفصيلا، التواقيع الموجودة على أصل الهويات لا تعود للموظفين، الأرقام التقاعدية فيها رموز خطأ طبعا، ولكن هذه الأرقام التقاعدية وهذه الأسماء تم إيقافها من قبل اللجنة التحقيقية الدائمة في هيئة التقاعد الوطنية لتفويت الفرصة على المزورين والسماسرة لإطلاق رواتبهم أو مستحقاتهم المالية. فيما طالب مواطنون الجهات المعنية في الدوائر الحكومية بمحاسبة المعقبين والسماسرة الذين يشكلون حلقة مفرغة في المحافظة، سيما الدوائر المرتبطة بالحكومة الاتحادية. نطالب بتجديد واقصى العقوبات يعني باتجاه المزورين في دائرة تقاعد الأنبار. احنا سمعنا طبعا هناك دائرة تقاعد الأنبار تم الكشف عن 12 هوية مزورة. احنا نطالب اليوم مو بس يعني توقف رواتبهم، نطالب من السيد والاستاذ انس ياسين مدير تقاعد الانبار بتجديد العقوبات واقصى العقوبات حول هذه الحالات اللي دائما تتكرر. مناشدتي الى وزاره الماليه بخصوص الشهداء والجرحى والمصابين انه يصير لهم تخصيص، لان هذا صار اكثر من 3 سنوات يواعدون وتخصيص ماكو. والله انا عندي 22 شهيد ولا دينار مستلم من عندهم، نطالب وزاره الماليه، رئيس البرلمان بالفروقات يحترفون لها المحافظه، الاستاذ انس الرجال ما قصر. صار لي 12 سنه هاي معاملتي، واموري تعبانه، ابني بالكليه بالسنه ياخذون من عنده 10 ملايين، فروقات ما عندي، راتبي ماخذ علي قريض وبرقفتي عائله وكل شيء والله ما عندنا. بس الانبار واقفات، لا تمويل، لا فروقات، واكثر معاملات، ليش بس الانبار توقف معاملاتها؟ شنو السبب؟ اكو سبب؟ فيما زال ينتظر هؤلاء وعائلاتهم مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ سنوات والتمويل من قبل وزارة المالية الاتحادية في وقت متأخر من السنة المالية الحالية. يبقى ملفهم على رفوف التسويف والوعود التي لا ترى النور. من الأنبار، أحمد القيسي، زاكروس تي في.